تشهد شواطئ الداخلة في هذه الفترة من السنة إقبالا مكثفا من لدن ما يعرفون بسياح القوافل، حيث يتخذون من هذه الشواطئ مستقرا لهم لفترات تزيد عن 3 أشهر. المزيد مع ملك المرابط محمد مولود ملاخة. شاطئ تروك بالداخل أصبح يعرف ومنذ سنوات توافد العديد من المقطورات والتي يقضي أصحابها شهورا خصوصا خلال هذه الفترة من السنة، نظرا لاعتدال الجو خلاف أوروبا والتي تعرف انخفاضا في درجات الحرارة. On a trouvé superbe le coin, donc on est venu une deuxième fois et une troisième fois cette année. Et on essaye de rester 3 mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. J'ai découvert Darkla, c'est un vrai paradis. On y est très bien, on y vit très bien et je pense revenir. سياح فرنسيون دأبوا على المجيء لشاطئ تروك منذ سنوات ويعزون ذلك إلى إعجابهم بالجو والشمس الدافئة التي تميز شواطئ الداخلة. الرؤية الاستراتيجية هي تنمية وجهة للسياحة المستدامة بجهة وادي القويرة، تكون يعني تعزز المنتوج الوطني بشكل عام للوجهة الوطنية المغرب، وتكون جهة جذب سياحي يعني نوعية على مستوى شمال إفريقيا. يعني وجود هذه العربات المقطورة يفسر أن الحمد لله هذه الجهة كما يعني جميع ربوع الوطن تنعم باستقرار وأمن، وهذه يعني دعاية حسنة للبلاد وللمنتوج السياحي بصفة عامة على مستوى الجهة. شواطئ الداخلة لطالما شكلت وجهة مهمة للعديد من السياح الباحثين عن البحر والشمس.